تستكمل غدا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. كان رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء أبو شقة أعلن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون جاهزا للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية سبتمبر القادم. وتنضم معنا عبر الهاتف الآن مفادة أون لايف سالي سالم. مرحبا بك سالي، يعني فلتحدثينا عن يعني هذه الجلسة التي حدثت اليوم. أهلا بك لبنى، بالفعل نتواجد داخل مجلس النواب حيث تعقد كما أسلفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم جلسة نقاش، وذلك برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وبحضور أعضاء اللجنة وأيضا عدد من أساتذة الجامعات وممثلي حقوق الإنسان وغير ذلك من القانونيين المختصين بمناقشة هذا القانون. هو قانون الإدارة الإجراءات الجنائية، هذا القانون الذي تم تعديل من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تم تعديل ما يقرب من 270 مادة في هذا القانون من إجمالي 560 مادة. لو تحدثنا تحديدا عن المواد، تم استبدال 99 مادة وأيضا إضافة 150 مادة تم استبدالها من قبل النيابة والقضاء، وتم أيضا بمعرفة النيابة إضافة 44 مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يتم العمل به الآن. إذا تحدثنا عن التعديلات التي تمت في قانون الإجراءات الجنائية، تم الإبقاء على الهيكل الأساسي للقانون مع تغيير بعض الضمانات الخاصة في هذا القانون، إضافة للضمانات التي كان يعرضها قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم به العمل الآن. لدينا أيضا الإبقاء من حيث العناوين الرئيسية في هذا القانون والإبقاء على الهيكل الأساسي له. سيتم مناقشة هذا القانون اليوم وغدا أيضا بحضور أساتذة الجامعات القانونيين ونقيب ومجلس المحامين وعدد من ممثلين حقوق الإنسان، وذلك للتعرف على البنود التي سيتم الاتفاق عليها ومواقع الاختلاف في هذا القانون، ليتم بعد ذلك مناقشته مناقشة مجتمعية، وبعد ذلك سيتم عرضه على الجلسة العامة فور بدء دور الانعقاد الثالث. عودة إليك مرة أخرى لبنى. نعم، إذن اليوم وغدا مستمر هذه الاجتماعات بمجلس النواب. نشكر مفادة أون لايف من أمام مقر مجلس النواب سالي سالم، نشكرك سالي.